Ahmet Çeber. يجيك من الخرز كان غيك وعلى عمري ما نخليك غبديك شوفة كان زد نبغيك هذا داش ما قلت عليك كيف تديري تحسي بيا وانتي ما عرفاش اللي بيا كان بغيك هاني قلت عليك واخا تقولي لا الدنيا هنيا نصيحة مني ليك وقبلها مني لقيتني بغيك نومت بعدي حيت فات زمان كنت نقلي بغيك ولا العكس انت ما كتبغيش نصيحة مني ليك وقبلها مني لقيتني بغيك نومت بعدي حيت فات زمان كنت نقلي بغيك ولا العكس انت ما كتبغيش دابا تجي الوقت وتحسي بيا وتقولي كان بغيك يا نور عينيا ديك الساعة غادي نفرح غنرتاح ومنك ما نشبع دابا تجي الوقت وتحسي بيا وتقولي كان بغيك يا نور عينيا ديك الساعة غادي نفرح غنرتاح ومنك ما نشبع نصيحة مني ليك وقبلها مني لقيت اللي بغيك نومت بعدي حيت فات زمان كنت نقلي بغيك ولا العكس انت ما كتبغيش نصيحة مني ليك وقبلها مني لقيت اللي بغيك نومت بعدي حيت فات زمان كنت نقلي بغيك ولا العكس انت ما كتبغيش بالاخر كان بغيك واليوم هاني قلت عليك تفكيرك والله ما ننسى ما كاينش بحالو في النرقى فيه والله ما نسمع فيه والله ما نسمع قلت عليك كان بغيك من الخام كان بغيك قلت تاني كان بغيك من الاخر كان بغيك كان بغيك نصيحة مني ليك وقبلها مني لقيت اللي بغيك نومت بعدي حيت فات زمان كنت نقلي بغيك ولا العكس انت ما كتبغيش نصيحة مني ليك وقبلها مني لقيت اللي بغيك نومت بعدي حيت فات زمان كنت نقلي بغيك ولا العكس انت ما كتبغيش نصيحة مني ليك وقبلها مني لقيت اللي بغيك نومت بعدي حيت فات زمان كنت نقلي بغيك ولا العكس انت ما كتبغيش نصيحة مني ليك وقبلها مني لقيت اللي بغيك نومت بعدي حيت فات زمان كنت نقلي بغيك ولا العكس انت ما كتبغيش